طب اروح للدكتوره نجلاء، قولي لي بقى عايزه تبداي ايه في الحديث عن برنامجك؟ عايزه ابدا في اول حاجه كنجلاء الناجي بالنشأ. النشأ الطفل، انا عامله في الخطه بتاعتي الطفل اللي هو عنده 3 سنين. احنا عندنا اطفال كتير عندها مواهب، ليه ما ننميش مهاراتهم؟ ليه ما نشوفش لو في طفل عنده صعوبة تعلم أو عنده محتاج تخاطب أو عنده فرط حركة أو عنده تسمنة بالعدوانية؟ هو النادي ده مكان اجتماعي، لازم نوفر له الحاجات دي كلها. برضو من الخطة اللي أنا عملتها ومبني على العائلات والأسر طبعا طبعا في ضوابط كتير أنا حطيتها في البرنامج بتاعي، إن نعمل صرح تعليمي بداية من 3 سنين، نبتدي نشوف الطفل ده. حضرتك في الدول الغربية من طفل ممكن يمسك حاجة يفكها، بيكتشفوا انتمائه أو ميوله فين. هل هو مثلا بياخد حاجة ويفككها، هل ميكانيكا، هل هو بيحب الأرت، يعني بيعرفوا ده. احنا ليه ما ننميش ده من خلال، ما هو الطفل بتاعنا بننميه من خلال المدرسة أو النادي. فلو كانت المدرسة بيقتصر على التحصيل الدراسي ومفيش وقت، يبقى النادي. وأنا شايفة إن المجالات دي يعني هتساعد آفاق كتيرة. وده بجانب كمان نقطة مهمة جدا، احنا بنلاقي طفل يعني في ظاهرة مثلا زي ظاهرة الطفل الشاب اللي انتحر من برج القاهرة، ممكن ملوش علاقة بس هل ده من الفراغ؟ دي نتيجة تنشئة غير سوية، مفيش دعم نفسي، مفيش احتواء من الأسرة من المجتمع. طب احنا ليه ما نفعلش ده؟ انا ببقى حزينة جدا لما يكون الصرح الرياضي القلعة البيضاء، حضرتك المكان اللي المفروض عيادة غير أدمي، حجرة صغيرة ما فيهاش أي معالم، إزاي بنخدم كل هذه الكم من الأعضاء وما فيش مكان مجهز طبي ومهيئ نفسيا؟ إزاي إحنا عندنا كرة يد، كرة طايرة، كرة قدم، كل الألعاب دي ما فيش دعم نفسي، الجو النفسي اللي نقدر نهيئه للنشأ غير الناشئين كمان، ده مهم جدا. طب سيادتك، يعني انت حضرتك عايزه تاخد الدور التوعوي طبعا للاسر والعائلات طبعاً اللي داخل نادي الزمالك طبعا. هل من خلال جولاتي الاعضاء، يعني دي هتبقى دورات وندوات وحاجات كده طبعا ولا في كل المجالات، في كل في تنميه ولادنا. حتى لسه انا قدمت دراسات عليا ويمكن النتيجه لسه جايه النهارده وشكوى حلو عليا، قبولي في التربيه الخاصه فئه ذوي الهمم، لان انا ما بيجيني شكوى حلو عليا رياضات ذوي الهمم جوه النادي ان شاء ضروري الله. مهم جدا على فكره، ده شغل الشاغل ان احنا نعيش حياه سويه. تمام، هرجع لحضرتك تاني. اتفضل. اروح لست اللواء، ايه اول حاجه حابب تطرحها في برنامجك؟ اول حاجه الحاجه اللي هي اهم اعضاء نادي الزمالك واهم جمهور نادي الزمالك، وهي الارض 6 اكتوبر المخصصه لنادي الزمالك. الارض تقريبا الدفع كل الفلوس اللي عليها، مبقاش فيها اي مشكله، حتى التراخيص بتاعه البناء وبتاعه الاستاد اللي هيسع من 30 ل 35 الف، حتى المول التجاري كل التراخيص بتاعتها خلصت. الشركه اللي هتعملها، فيعني كان في تنسيق حصل ما بينهم، ما بين اداره النادي وما بين السيد الوزير، وتقريبا قدموا طلب ان هيتم اسناد النادي لاحدى المؤسسات السياديه في الدوله، شركه تبع احدى المؤسسات، وفعلا كان هيتم البدء في اعمال انشاء نادي الزمالك. طبعا حضرتك هتقول لي الفلوس وتكلفته حوالي 2 مليار تقريبا. طبعا اسم نادي الزمالك لازم يحسن تسويقه، خصوصا المكان اللي فيه نادي الزمالك الجديد ده، ان شاء الله مكان مميز جدا في حدائق اكتوبر هنا، موقعه كويس، مساحته كبيره، 129 فدان، 129.5 فدان، موقعه متميز، اضلاعه كويسه جدا، عندي محلات، في ترخيص متاخد بالمحلات مش متحدده طبعا، اتقسم من جوه، في اعلانات، في عضويات ممكن اتفق مع كذا بنك يجي يمونها للاعضاء، يبقى في تمويل للاعضاء، والعضو يقسطها مع البنك مش مع النادي، والنادي ياخد فلوسه. فطبعا اسم نادي الزمالك مع المحلات المتواجده دي كلها على اسوار النادي بالمساحه دي كلها بالمول التجاري، انا ممكن ابتدي زي ما يعني حد كان اتكلم في فتره زمنيه سنه ونص تقريبا، ممكن في سنه ونص يكون خلصنا الجزء الخاص بالنشاط الاجتماعي كله.
في النادي، لان الارض هناك يعني ممهده ان انا اشتغل فيها على طول، مش هشيل انقاض وقصه طويله لسه. فطبعا ده شاغل جمهور نادي اعضاء نادي الزمالك، عشان ده المتنفس الوحيد ليهم. الدنيا زحمه جدا هناك في النادي، الجمهور نفسه يعني عايز يبقى فيه استاد خاص بنادي الزمالك، وخصوصا ان برضو من ضمن الموافقات بتاعه الترخيص بتاعه الاستاد نفسه. ده بالنسبه لنادي الزمالك او ارض نادي الزمالك. حضرتك بتستهدف اول حاجه ببرنامجك المقر الثاني في 6 اكتوبر طبعا. وعندك بلان لازاي المقر ده يشتغل وازاي يتمول والكلام ده؟ هي تقريبا نص المشوار خلص، اللي هو ايه؟ دفع ثمن الارض كله بالكامل، تمام، الترخيص بتاعه المباني كلها. تمام تمام. دكتوره نجلاء، النقطه الثانيه اتفضلي. انا عايزه اضيف نقطه لسياده اللواء. احنا عايزين لما نفتح مجالات العضويه يبقى تقتصر على الفرع الجديد، لان هو اوريدي القانون واللوائح بتشرع ده، لان التكدس بقى غير مقبول. هو التشريع بيقول ان الفرع الثاني ليه عضويه مستقله، لا يحق للعضو حتى ان ينتخب او يخوض الانتخاب الا لو اشترك في الفرع الرئيسي بجانب الفرع المقر الفرعي. فاوريدي بيبقى المقر فلوسه اقل، فالناس بتبقى يعني عايزه نادي اكتر من عايز تنزل انتخابات او تخوض انتخابات، كده كده هيبقى عضويه منفصله يعني. والاستفاده بموارد النادي، يعني انا شايفه في اكتر. دايما اقول احنا ممكن يعني نصطاد سمك بدل ما حد يدينا سمك ناكلها. ففي موارد كتير جدا للنادي احنا نقدر نستغلها. يعني مثلا في براندات عالميه ممكن تتعاقد مع القلعه البيضاء، احنا لازم نبقى دخلت دلوقتي في فايل الرعايات، مهمه جدا، ده من ضمن برنامجك يعني؟ طبعا دي مهمه. يعني حضرتك لو عملت جوله، واكيد فريق الاعداد بتاع سيادتك اكيد عارف ده، ان في موظفين وعاملين وعاملات نظافه لسه واخدين بعض من الراتب بتاعهم من ايام. فازاي بهذا الصرح وبهذا المستوى ان احنا ما عنديش الامكانيات ان انا ادي راتب العائله؟ الامكانيات الماديه طبعا طبعا لازم يبقى في رصيد موجود، وابقى عندي المام بزمام الامور، خاصه ان انا عندي موارد كتير جدا. حضرتك انا عندي محلات تجاريه، عندي ممكن اتعاقد مع براندات كتير، عندي اسوار النادي، ده موقع استراتيجي خطير جدا. ممكن اعلانات الاول دورز، يعني تخيل حجم ابسط حاجه، الكارت اللي احنا بناخده ده على عضويه النادي الزمالك، لو جيت اي براند او راعي وقلت له انا هحط العلامه بتاعتك على الكارت مقابل، خلاص انت ما عندكش اي مديونيه. ففي سبل كتير جدا، ده هيبقى باتفاق مجلس الاداره المكون من 12 فرد. لازم دي اول خطوه يعملوها، جلب رعاه، ده ألف به. وبعد كده اي حاجه تانيه، لو عملوا موضوع المكان الطبي، وده من اولوياتي كعيادات عضويه ونفسيه، يعني شوف كام نسمه بتخدم المكان. تخيل هم بكل الاجهزه بقى، جراحه، رمض، اسنان، كل ده هيبقى موجود. هو عضو النادي بيجي يقضي الوقت بتاعه، ممكن يوفر ده هيوفر فلوس للنادي، عشان نكون عندنا منطقية. العيادات يعني النفسية مقابل بسيط طبعا، وفي نفس الوقت العضو مستفيد والنادي طبعا مستفيد. والصرح التعليمي طبعا، يعني هنتكلم عن الصرح التعليمي، استأذنك. اتفضل. هو بس النادي 13 عضو مش 12، انت ما حسبتش الرئيس، مش حاطاه في الحساب؟ لا، هم 13. هو 12 بجانب الرئيس. سيادة اللواء، النقطة التانية اتفضل. النقطة التانية بقى اللي هي مجال اختصاصي، المجال الامني والانضباطي في النادي. طبعا منظومه الحمايه المدنيه والاطفاء في النادي حاجه صعبه جدا. حضرتك يمكن اننا انفسنا وبنعزي الناس اللي توفت ونحتسبهم شهداء عند الله، في مديريه امن الاسماعيليه، يعني حاجه تحزن يعني. فطبعا منظومه الحمايه المدنيه والدفاع المدني وفي اطفاء ذاتي دلوقتي لازم تتطور في النادي، هي تكاد تكون منعدمه. وبعدين بوابات الالكترونيه في النادي لازم يتم تفعيلها وتشغيلها، ويبقى على كل بوابه في كمبيوتر صغير، حتى لو العضو معهوش الكارنيه، بمجرد ما يقول رقم العضويه على الكمبيوتر ومالوش حق يعدل في حاجه، الولد اللي واقف على الباب هيبص لصوره العضو بتبقى ظاهره قدامه، ودي موجوده في انديه كتير جدا دلوقتي. والامن لازم يبقى يعني ايه، يعني نقي لبسه اشيك من كده شويه، نزود عدد افراد الامن شويه، ونستعين بالعنصر النسائي على البوابات،
وبعدين عشان حكاية المرافق ما نتكلمش فيها تاني. ما كل عضو يشتري دفتر بسيريال نمبر معين من باب الاشتراكات بتاع النادي، يبقى معاه المرافق داخل بيطلع البطاقة بتاعته مع ممكن تمنع مع الأيام التيكت واكتب اسمه وخلاص، وتقول مفيش مرافق في الأجازات عشان برضو الازدحام بالظبط الخميس والجمعة أو في الأيام اللي فيها أجازات أو في الأيام اللي فيها أجازات، إنما يبقى معاه دفتر بتاعه زي كل الأندية ما بتعمل، وهتدخل برضو داخل للنادي تاني. فطبعا ده كل ده دايما الحاجات اللي لازم. وطبعا يعني ايه نادي الزمالك ما فيهوش مركز علاج طبيعي، ما فيهوش اجهزه حتى، ما فيهوش تأهيل واصابات ملاعب. حضرتك تخيل لو طفل جاله اصابه يدوروا على فين، هل في مختصين جوه؟ لا ما فيش مختصين. لا بس جوه. كل رياضه ليها متخصص مع الفرقه. انت بتتكلم على اعضاء النادي دلوقتي؟ لا انا بتكلم على اعضاء النادي واللعيبه. يا لو حد يعني محتاج علاج طبيعي لمرض او لمشكله عضليه لو او اصابه مفيش. لو طفل حصل له جرح وهو في حمام السباحه او في مفيش حاجه تسعفك على طول، حاجات بدائيه يعني، حاجات مش اللي هي يعني ايه تليق باسم نادي الزمالك. يعني لما يعني ولية امر توقفني وبنتها بتلعب في الزمالك في طايره وتقول لي بنتي انا عملت لها تاهيل بره النادي، بعمل لها جلسات بره على حسابي. قلت لها هي اصابت فين؟ قالت لي اصابت في النادي، كانت بتلعب واصابت. طب وبعدين ازاي؟ وبعدين في من الناس من اعضاء النادي 70 و80 سنه، الناس بتيجي تقعد في الشمس الصبح شويه تتشمس، في منهم مثلا عايز يعمل علاج طبيعي على رجله على ايديه، ايه المشكله لما النادي يبقى موفر الكلام ده؟ لو عمل مركز تاهيل واصابات ملاعب على مستوى عالي، ما انا هيجي لي من انديه تانية يجي يتعالج عندي، يجي يكمل علاج عندي. طب ما دي حاجه كويسه للنادي.